بغض النظر عن طبيعة القانون، المفوضية الانتخابات لم تلتزم بقانون الانتخابات. يعني الكل يعرف انه الانتخابات كانت بالحقيقة بيد الجهات التنفيذية، خاصة بالحكم الدكتاتوري السابق كان السلطة استخدمت أموال الدولة واستخدمت ثروات الشعب لأغراض انتخابية. فإذا تجي بالأساس أنه المفوضية ما ملتزمة بقانون الانتخابات الموجود الحالي، ولذلك هذا يتطلب إعادة تشكيل المفوضية والتزامها بالقانون نصا، تكون يعني يكون من ناس مهنيين ذوي إخلاص وطني يطبقون القانون ويكونون عندهم الشجاعة وعندهم الالتزام بالقانون. فضلا عن ذلك القانون الانتخابات أيضا يحتاج تطوير ويحتاج تأكيد على موضوع النزاهة، موضوع النزاهة، ويفترض حتى أنه يكون مثلا السلطة التنفيذية طبعا يحجم استغلالها للمال العام، ويفضل يعني يفضل حتى لو بشكل نسبي أنه أما صاحب المنصب التنفيذي يقدم استقالة إذا أراد يقدم إذا قدم الانتخابات أو لا ما يحق له. يعني صاحب المنصب التنفيذي والدرجات الخاصة بحكم أنه يمتلكون تقع تحت أيديهم ثروات الشعب حتى لا يستخدموها لأغراض انتخابية، يفترض أما أن يمنع من الانتخابات إلا أن بعد يقدم استقالته. هذه من الأمور يعني نعم. اليوم هناك الكثير ممن يستخدمون الثروة العامة في سبيل دعاياتهم الانتخابية ومصالحهم الشخصية، وهذا طبعا أس الفساد أو أصل الفساد. إحنا شلون وصل هذا الحال الكارثي بالعراق؟ الحال الكارثي قلت لك أنه المفوضية لم تلتزم بقانون الانتخابات، لم تضع معايير للمرشحين، معايير النزاهة، معايير الكفاءة اللي تخدم يعني تنتج لنا برلمان بمستوى خلينا نقول رصين وبمستوى وخادم للشعب وخادم للوطن، وكذلك ينتج لنا حكومة مهنية كفوة. طيب هنا نسأل دكتور، يعني هنا نسأل وين دور هيئة النزاهة؟ ما المفروض يكون هناك تعاون بين هيئة النزاهة واللجنة البرلمانية للكشف عن الأموال اللي موجودة عند السياسيين، وخلال فترة توليه المنصب ايش قد كسب من هذه الأموال؟ طيب غير أحاسبه أنا اليوم من أشكل هيئة نزاهة وأصرف هاي الأموال من موازنة الدولة غير